التي اشتغلت في أعمال متنوعة خصوصا في تجربتها الأخيرة التي تعرض بإسبانيا وهنا بالمغرب على الجسد، وطبعا كان يمتحن المواضيع من مجموعة من الحالات والمواقف التي عاشها هنا وهناك، طبعا إلى جانب تجربة الفنان عبد الكبير البحتوري أيضا تميز باشتغاله على موضوع الجسد. وأعتذر إذا أغفلت بعض الأسئلة الأخرى التي سيتم استدراكها ضمن الكتاب الذي سيطبع إن شاء الله، والذي قد يرى النور بحول الله تعالى في غضون أسابيع معدودة. ذكرت هناك تدخلات صدر السلام عليكم. أولا نشكر الفنان والباحث حسن على الاستدراك، ربما ما كنتش تتوقع حضوري. سؤالي معنى أولا هو المنهجية لاختياراتك للنماذج، تتعلق بفترات تاريخية، تتعلق باختيارات خاصة، لأن تنشوف غياب كثير من الفنانين يعني ديال الستينات والسبعينات، تنكر عبد القاضي، تنكر الكلاوي، تنكر يعني أسماء أخرى، بوطاق الله يرحمه. يعني المهم تفاجأت أن في العرب كله كاين اسم، كاين فنانة وحدة هي إكرام القباش، وهي نحاتة عظيمة، وأفتخر ب يعني بتواجدها في هذا الميدان وليس في الميدان السلك. لكن تفاجأت بعدم خوضك في معالجة الجسد من لدن المرأة الفنانة، هل هو تخوف من الحديث عن المرأة والجسد؟ ليست كالجسد المرغوب أو الجسد الكورنيزي المرسوم، ولكن الجسد الذي يعبر عن الجسد المنتمي. وهذا غياب يعني أتساءل عنه، لأن حتى الفنانين الفطريين الجسد موجود عند الكاكية الحينة، موجود عند الشعبية، موجود عند فاطمة حسن، موجود عند مساء الخير. سي إبراهيم الحسن، مساء الخير.
ما عنديش شكل. انا فقط غنقدم ملاحظات باش نستكمل الحديث ديال الاستاذه. تم تجارب كثيره تتعلق بالجسد، اما تم اهمالها او يمكن تستبعد. انا كان ثلاثه اسباب بلا ما تزيد هذا الشيء كثير. عندك ثلاثه اسباب، هضرتي على مجموعه ديال الاشكال التعبيريه، هضرتي على مجموعه ديال المدارس، هضرتي على ولكن نسيتي لا كرافور، ونسيتي لا كرافور. وعندنا واحد العالم يمكن مستوى عالي جدا، هو المرحوم عزيز ابو علي. المرحوم عزيز ابو علي الاعمال ديالو كلها ديال لا كرافور، كلها على الجسد. وايضا الحتت هو عمل غوكو ماشي نحن على الشان انترناسيونال. ثم التجربه ديال السي اندري بريس وعلقت هذا الجسد، وعلقت هذا الجسد وفرنسيتو ايضا. وايضا التجربه ديال المغاربه القاطنين بالخارج، وعطيك اسم واحد اللي اشتغل على جزء من الجسد واستكملوا اللي هو سعد خليل الدوي، والعمل ديالو هائل جدا، مستوى عالي جدا. فاتمنى السي ابراهيم الاسم انه فتح لنا موسوعه يمشي فيها جوسكو. وشكرا على العرض الطيب اللي قدمته هنا باب الروح. مساءكم سعيد. شكرا. مسألة أساسية بالنسبة للتشكيل.
شيليات مغربيات هن كثيرات ولله الحمد. الأخت لطيفة التجاني تعتبر من رائدات حركة التشكيلية 150 نسائية في المغرب، لأن الإبداع ذكوري ونسائي يعني لا فرق. نعم صح صح. وبالتالي نعم سبق لي أن كتبت فعلا مقالا منذ سنوات أكثر من 10 سنوات ربما، وهو مشهور.